ممكن اعرف ايه اللي مخليكي قلقانه؟ هو قال لك يا اختي على سفريه لبنان؟ ايوه قال لي. عادي يا اختي، ما هو بيسافر كتير. لا دي اول مره يسافر فيها لبنان. ومال لبنان زي غيرها، كلها بلاد ربنا. وبعدين هو بيجري ورا اكل عيشه ورزقه. يا اختي انت بتطمني نفسك ولا بتضحكي عليا؟ والنبي يا هدى تسيبيني في حالي، انا مش طايقه نفسي. يعني انت قلقانه اهو زي يا لهوي يا ابني، قلت بعيد بالكره دي. ما تاخدي وتدي معايا في الكلام يا انهار، ما احنا الاثنين يا اختي في مركب واحده. عايزاني اقول لك ايه؟ خايفه ومرعوبه اكتر منك 100 مره، اعمل ايه؟ بس هو ممكن يكون مسافر شغل مش كده؟ يا دي نيلة على الكوره وسنين الكوره يا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت في يا رب، قلت في يا رب. كده راحت العشرة يا عزم. يلعب واحدة تانية يا حاج، ما تعيطش الحساب عندي. على فين يا حاج؟ مرر عقبال ما اجيلك. عندي كلمتين ينفع اقوله؟ لا هو اللي ما ينفعش بصراحه الوقفه اللي احنا واقفينها دي، اللي طوب الارض كله بيتفرج علينا فيها. بسم الله واعمل ايه طيب؟ ما انت بقالك كتير ما بيجيش المحل. لو انت ما تعرفش يا حاج ان انا زبونه، انا على فكره مش بياعه عندك في المحل، يعني انا باجي اشتري حاجاتي وامشي على طول، مش الزام يعني ان انا لازم راحه جايه كده كل يوم. يا ستي محدش قال الزام ولا حاجه، بالراحه عليها شويه. في ايه؟ الله اسكنت يعني عبودتين عليكي وفجأة كده قطعتي بالراحة. معلش يا حاجة أشغال. طب أنا ليا طلب أخير. لا ما هو في الطلب في الوقفة دي بصراحة كده مش هينفع، أنا لازم أمشي حالا. ما تخافيش، محدش يقدر يبص لك طول ما أنت واقفة هنا. ما هو بص يا حاجة، واللي حصل حصل خلاص، وكانت هتقلب دندرة المرة اللي فاتت. خليني أمشي بقى، أبوس رجلك، أنا مش ناقصة فضايح. أنت بقى ما تعرفيش إيه اللي حصل. مش انا ضربت الواد قدامك بالقلم؟ يهره راح جاب عيلته وعيلة عيلته، كسرت عظمه هو وعيلته وعيلة عيلته كمان. ايوه امال انت فاهمه ايه؟ ماشي يا حاج، بس كفايه قوي برضو اللي حصل لحد كده. السلام عليكم. يا ست اسمعي بس، ما كان زمانك سمعت الطلب وخلصنا. ماشي يا حاج هسمع الطلب. قوم ودينا ما تقطعيش بينا، هستناكي. صلاه النبي احسن. الله يخليك. شوف طلب خفيف. بسم الله بحرصك وسعيك. بقول لك طلب خفيف. ربنا يسهل. السلام عليكم. مع السلامة. ألف مليون سلامة. يا سلام. ربنا أنت معلم يا فواز. أه. صحيح. الحريم دول نعمة، واللي يكرههم يعمى. هو يا حاج. أه شكرا يا عم عزيز. عفو حاج فواز. إيه يابا؟ ايه؟ مش هيلي على قهوه؟ اصل كان في مصلحه كده بخلصها. مصلحه؟ مصلحه ايه؟ منعم يا منعم تكون بتتشال. ولا بطل الباكج بتاعك ده، قول لي عملت ايه مع نسابك الجديد؟ تمام الحمد لله. ده انا جاي ابلغك، انا هسافر في خلال يومين واسيب لك بقى محلات والمصنع ومش هوصلك. عليا الاثنين، سافر وانت بتطمن. طمن؟ مش عارف، شامم ريحة حاجة طرية كده وهي اللي مخلية دماغك شاردة. بعدها معاك يا ابن الصياد، هتعملهم عليا أنا ولا إيه؟ أنا بس قلت أقول لك خلي بالك. ليه؟ 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 عشان ما تحصلش أبو سميح. كده؟ أنا بقى هروح أقول لمراتاتك. لا 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 لا، ده أنا بهزر، ده أنا بهزر. تلعب 10 طاولة؟ اتمرنت؟ هنشوف. يلا. عليا النعمة، الحاج الكبير ده دمه زي العسل. ابويا دماغه توزن بلد، انما قلبه خفيف. يوم ما رحت قلت له على موضوع المصنع عشان نشتري المصنع، اتخض. قال لي هنجيب منين؟ هنجيب منين؟ ما الورشة هي موجودة والصناعية اللي فيها بيقضوا الغرض، فاكر يا زكي؟ طبعا فاكر، بس انت ايه لعبتها بحرفنة يا حاج؟ ملعون يا زكي. طب ما تحكي لنا يا معلم، يمكن العالم اللي مفيش فايدة فيهم دول يتعلموا منك حاجة. كان في مصنعين نازلين في المزاد، واحد غالي قوي وانا مش محتاج له، والتاني رخيص وسعره مهاود. انما الاثنين نازلين مزاد، يعني ممكن ابو سعر الرخيص ده يعلى في المزاد وما اقدرش عليه. اعمل ايه اعمل ايه؟ جبت زكي
كان ايامها في عصير اناناس كده مش فاكر، كنت بحبه قوي، جبنه كرتونه وقعدت اشرب بقى اناناس طول الليل وافكر، اشرب بقى اناناس وافكر لحد ما لقيتها. الله 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 الله، اشجينا يا حاج كمان اشجينا. انا بعت زكي راح دفع تامين المزاد بتاع المصنع الغالي، ورحت رايح المزاد وقعدت اعلي السعر، رفعنا ايه 5 اضعاف يومها، 5 اضعاف ثمنه. اللي موجودين قال لك ده مجنون ده ولا ايه؟ ده عيل مجنون. راحوا ماشيين وسابوا المزاد ورسي عليا المصنع الغالي اللي انا مش عايزه. رحت منسحب وخسرت التأمين. ايه ده ايه ده؟ طب وانت كده بقى كسبت ايه؟ اصبر بس، التقيل جاي ورا، اصبر. ملعون ملعون. كمل يا حاج. انا خسرت التأمين، والتأمين ده كلام فارغ. انما لما رحنا بقى المزاد التاني كان بعدها بيومين. نزلنا بعدها بيومين على المزاد التاني، المصنع بقى اللي انا عايزه. اول ما دخل، ما هم نفس الناس. اول ما شافوني قال لك الواد المجنون اهو بتاع المصنع اللي فات ده هيولع المزاد، وراحوا ماشيين رسي عليا المزاد باحلى سعر في الدنيا. طول عمرك لعيب يا ابني الايه؟ يا عم ولا لعيب ولا حاجه، الواحد بس يسلم نيته لربنا، واللي بتسعى له بتموله، اهم حاجه يكون بما يرضي الله. وانا قبلت زواجها. وانا قبلت زواجها. والف مبروك بالرفاء والبنين. الف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم.